تنفس الكويتيون الصعداء في القاعة رقم 1 في صالة المغادرين في مطار شارل دي غول الدولي في العاصمة باريس، وفاضت أعينهم بالدموع فرحاً وهم يستعدون للعودة إلى وطنهم الكويت مع بداية شهر رمضان المبارك، ضمن المرحلة الثانية من خطة الدولة الشاملة لإعادة الكويتيين إلى وطنهم. وكانت قد وصلت صباح اليوم طائرة الخطوط الجوية الكويتية للرحلة رقم 1208 إلى مطار شارل دي غول بالتنسيق مع السلطات الفرنسية من قبل سفير دولة الكويت في العاصمة باريس سامي سليمان والعاملين في المكتب الصحي والثقافي في فرنسا. وكان المكتب الثقافي الكويتي في باريس قد دعا الكويتيين المتواجدين في باقي المدن الفرنسية التوجه اليوم الخميس كحد أقصى للتجمع في فندق ستي سيتي في باريس، والذي خصصته السفارة للكويتيين العالقين في فرنسا بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للحفاظ على صحة المواطنين وطمأنة دويهم حتى عودتهم إلى البلاد. وللأمانة كلنا ولح للديرة، والله يعز الديرة قيادة وشعب حكومة وشعبا. للأمانة ما تعرف قديري لين تجرب غيري. للأمانة كثير احنا ولهانين على الديرة. أنا بفرنسا صار لي 8 شهور، كنت علاج من الكانسر. مو قادرة أوصف لك حتى شعوري، أنت قاعد تكلمين الناس أنا بكيت بس من إحساسي إن إحنا رادين الديرة. بيض الله وجه حكومة الكويت على رأسهم صاحب السمو أمير البلاد المفدى شيخ صباح الأحمد وولي عهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء، وطبعا وزير الخارجية البطل اللي فعلا أثبت جدارته في حقيبة الوزارية. سبق هذه الرحلة رحلتين وتمكننا من إجلاء 212 راكب الأولى وأيضا 189 في الرحلة الثانية. غدا عندنا رحلتين وسوف يسافر عليها 450 مواطن، وسوف تستمر هذه الرحلات حتى عودة كافة المواطنين من فرنسا، وعددهم 1165 مواطنا، وتضم هذه الرحلة 190 منهم وجميعهم من كبار السن والمرضى والذين كانوا يتلقون العلاج في فرنسا. ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى مطار الكويت الدولي مساء اليوم في تمام 6:40 بتوقيت الكويت. وسوف تستمر رحلات إعادة الكويتيين من فرنسا إلى دولة الكويت حتى 25 من أبريل الجاري. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت، مطار شارل دي غول، باريس.